السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عبد المجيد مرة ثانية. راح أتكلم عن برنامج الـ MMC. الـ MMC اللي هو اختصار كلمة موبايل ميديا كونفرتر. طبعا الـ MMC بعد التحميل، التحميل موجود، الرابط بالوصف على فكرة. يعني بعد التحميل راح أحط بأي مكان عجبك. أنا حطيت بصحيح المكتب، راح تحصله افتراضيا مجلد التحميل أو مجلد داونلود. طبعا ركبت برنامج الأبونتو سوفت وير سنتر عشان اللي عنده الأبونتو الافتراضية يطلع له الأبونتو سوفت وير سنتر. إذا ما عندك الأبونتو سوفت وير سنتر يطلع لك الجي دي إي إي بي يعني. طيب دبل كليك عليه إذا كنت تستخدم الأبونتو، راح يفتح لك البرنامج هذا أبونتو سوفت وير سنتر. إذا ما كان عندك الأبونتو راح افتراضيا يفتح لك البرنامج هذا إذا كان عندك توزيعة مبنية على الديبيان. أنت اختر اللي يعجبك، هذا ولا هذا، كيفك. طبعا هذا أسرع. بدل الري انستول، طبعا بين مركبه هنا راح يطلع لك انستول بدل الري انستول. اضغط على الانستول، داخل رقمك السري وصلى الله وبارك. نفس الكلام هنا. طيب بعد التحميل خلونا نفتحه موبايل. مميزات البرنامج كثيرة جدا، يحول صيغ كثيرة، يحول من صوت إلى صورة، من صورة إلى صوت، طقس الصورة فيديو. طبعا إذا كنت مركب التوزيعة على الأبونتو ستوديو مثلي، أقصد البرنامج على توزيعة أبونتو ستوديو، فراح يوديك الموقع هذا اللي راح يقولك فيه يمكن يصير عندك مشاكل إلى آخره. ما راح يصير عندك مشاكل طبعا. إذا كنت أنا طبعا الحالة هذه نادرة، إذا كنت مركب الأبونتو ستوديو بس. طريقة استخدام البرنامج بسيطة جدا، اضغط على اد، اختر الملف اللي حابب تسوي له تحويل. طبعا عندي ملف بسطح المكتب هذا. في هنا عدة خيارات، لو ضغطت على زر يمين راح يطلع لك الخيارات هذه، او اضغط على اكشنز راح يطلع لك نفس الكلام. في عندك بلاي اذا كان مقطع صوت حاب تسمع. اوكي، في عندك ترم. ترم هذه خاصية مهمة جدا، من اذا جيت تحول الفيديو، هل حاب تقطع جزئية معينة من الفيديو؟ اوكي انا حاب اقطع من الدقيقة مثلا 39 و 52 ثانية الى الدقيقة 40 و 55 ثانية، اضغط اوكي. بعد قبل ما تحول اختر الصيغة اللي تبي، مثلا حاب تحول الصوت الى MP3، اختر الجودة. طبعا راح يطلع لك البرنامج بالشكل هذا، فانت اضغط هنا عشان يطلع لك الخيارات الاضافية. اضغط على الكواليتي اذا حاب كواليتي. الكواليتي طبعا اللي هي الجودة، اذا حاب تكون جودة منخفضة او متوسطة او عالية. غالبا نبي العالية احنا عشان الوضوح، لكن ممكن عندك ذاكرة صغيرة فتحتاج الى اللو. طيب كونفرت، وخلاص هذا المقطع راح يشتغل زي الحلاوة. الناس هذا يعرف يقرا هذا شيء. المهم هذا بالنسبه للتحويل الصوتيات، يحول فيديو. من مميزات البرنامج الثاني عن طريق الاد، طبعا في طريقه ثانيه لسحب وفلات، تسحب المقطع تحطه هنا. بالنسبه للفيديو نفس الكلام، بس اذا جيت تحول الذي تختار صيغه الفيديو اللي تبي، غالبا الناس تحول الاي في اي. اوكي هذا بالنسبه للفيديو. في طبعا كلير ليست، هذا راح تشيل الليست اللي حاطه هنا. في هنا خاصية إضافية إذا حاب تحمل شيء معين من اليوتيوب، تمام. فأنت تجيب رابط من اليوتيوب تحطه هنا، ضغط داونلود وراح يجيب لك إياه من اليوتيوب. في بعض صيغ الفيديو اللي هو ما يدعم البرنامج هذه. مثلا لو تضغط على آد الحين، تروح لآد فايل، راح يطلع لك الصيغة المدعومة فقط. لاحظ إنه هنا ما يدعم إلا إم بي إي جي إم كي في. طيب في أنا عندي مقاطع فيديو ثانية أو جي في، ما يدعمه؟ لا يدعم، بس لازم إنك تصير فهلوي شوي مع البرامج هذه. فتروح لم المقطع اللي انت حابب تحوله وتسحبه وتفلته هنا، خلاص تختار الصيغة اللي تبي تروح لما، اللي مثلا اي بي اي، وتحول ويحول معك الفيديو زي الحلاوة. البرنامج سهل تركيبه ومميزاته كثيرة جدا. بس الى هنا انتهيت، شكرا لكم على المتابعة. اللي ما اشترك معي يشترك، واللي عنده اسئلة واستفسارات عادي، انا مسوي الشرح هذا عشان واحد سأل. هذه ايقونة البرنامج اللي حاب يبحث عن البرنامج. وصلى الله وبارك. لايك عجبني، سبسكرايب اشتراك.
أدري قاعد أنطر. يلا سلام.